أشكركم على الاستضافة، قناة جزائرية وان. حكايتي هذه صافي 4 ans et demi، ولدي عنده 13 ans et demi، خدته بوسيف le 1er novembre 2016، خرج يلعب، جافطر الجور دو فيغيي دو ماردي، جافطر وخرج يلعب مع صحابه، عاود ولا للدار دار ساندويتش مسكين وخرج، جا صاحبه الغالي، صاحبه هاد البيريود تاع 6 mois التاليه اللي كان يعرفه، دخل معاه ليكول، ما كانش معاه في المام سوام، خرج كي جات 4 heures et demi قلبي حرقني، ما عوايداش يقعد ب2 heures 3 heures ما يدخلش للدار. قلت له الحاج بوسيف ما جاش، قال لي ما عليه والو راه يلعب. قلت له لا صرات الحاجة، باسكو حسيت حاجة نطرت لي قلبي. خرجت كي جات 5 heures et demi خرجت نحوس على ولدي، كان بخوميو نوفمبر، كان نوحلو المانيج، كانت الوعدة تاعي الأربعة. خرجت من الخمسة تحشية وأنا برا أنا وخوه، خوته هو في جهة وأنا وخوه الكبير في جهة، ما خليت لا سبيطارات، هو الصغير في الأبناء ديالك، هو المازوزي تاعي، ما خليت سبيطارات، ما خليت جيرونس، ما خليت بروتيكسيون سيفيل، ما خليت حتى بلاصة. دخلت الربعة تاع لوندومان 4 تاع الصباح للدار، قلت بالك غلطوا وطلقوا ولدي. نو ما كانش بوندون 6 mois، كي دار 6 mois وانا ما خليت لا ويدان، نخرج برا نمشي للحدود، نمشي كاع السبيطارات تاع. كان عندك امل انك تعاودي تلقايه؟ بالك كنت نكتب في التواصل الاجتماعي نقول لهم غير طلقوا لي وليدي، هذه سيغ هما بوسيف الدواء فيول دو كونفيونس، ولدي ما يروحش مع نامبورت كي باسكو لي انتيليجون، كانت عندها 13 ans et demi. وقتاش عرفتي ولا كيفاش حتى عرفتي مدام انه كان القضيه تتعلق بامر اختطاف؟ باسكو ما يقعدش هو ولدي جامي بات برا، جامي ما عندوش اصحاب وناس قراب اللي يثق فيهم ممكن يمشي عندهم. ما يباتش ولدي، ما يغداش عندهم وما يباتش، ما يباتش مسكين، جامي بات برا ولدي جامي. عرفت كي جات الصباح، جيت دخلت على 4:30 تاع الصباح انا وخوه، حوست هكا قلت بالك ربي بالك وليدي ولا ما كانش. لوندوما هكا كل يوم يوميا مدة 6 شهور، 6 شهور يعني ما كانش مشاكل عائليه ربما اللي خلاته يخرج، ولا سلوكاته كانت عاديه ما عنديش عاديه نورمال، مسكين عاقل ويقرا وليدي، يبغي يلعب البوليطه بزاف، حاشاك يبغي الكلاب. احكي لي كيفاش كان. هذه هي يبغي يربي الكلاب، يبغي الكلاب يشيلهم الحليب يضل معاهم، كي يخرج من ليكول يروح معاهم. هذه هي مسكين، ما عندي زعما ما عرفتش لا كيوريوزيتي تاعي، نحوس غير نعرف غير شكون، علاه دار لولدي هكا، غير شكون وعلاه، باسكو علاه مش فاهم علاش، حرقة راه تاكل فيا باسكو ما عرفتش علاه، جوسكا انهم لقاو لي والو، قالوا لي 6 شهور من بعد. ست شهور من بعد كيفاش حتى جاك الخبر؟ كيفاش حتى عرفتي؟ جاني الخبر كانوا هذيك لاسيتيرن ما كانش فيها الماء، واحد الفيلا غير حدايا بين جون كيما الاستاذ وانا، وهاد الفيلا في الوسط، جوندارم كيما هكا كيما الاستاذ، وسكنتي كيما هكا، واحد الفيلا مهجوره. الوغ هذيك الفيلا كانوا يبيعوا فيها الدروغ، يبيعوا فيها الكيف، يشربوا فيها، يجيبوا البنات فيها. هو كان انتيليجون، كان يلعب من تما بزاف، قعدوا يلعبوا صحابه يلعبوا بالبوليطه، انقاصت هذيك البالون في ديك الدار فوق ديك لاسيتيرن، لاسيتيرن جايه جيست مع الحيطه تاع الزنقه، وحوسوا في هذيك الدار كومبيان دو فوا، حوسوها فانتا كونت، كان يلعب بوليطه، البوليطه طاحت في ديك السكنه، هوت صاحبه يجبدها، شافه في لاباج دو مقيوس على فمه، قايسين على فمه، قاعد يبوسي فيه، بوسي نسلكك نسلكك بدون جدوى، ميت ما عرفتش وين تاكلوه. لكن لما الابن ديالك ما رجعش للبيت اكيد رحتي علمتي؟ علمنا وبيتي نحوسو حوسوا معنا وما لقاوهش في الحي في هذاك المكان؟ ما كانش بوسيف تما،
ولدي ما كانش تما، ولدي جابوه كتلوه في ديك الدار وقاس كتلوه وخلوه دو جور ولا تخوا جور باسكو منتفخ مسكين. يعني كانت موت جديده مع ما مشوه شنايفه كانوا مبلعين فما كاع فما مسكين طايب مهرسي له ربعه تاع لي كوت ايغورجي تخوا فوا بالخدمي ضرب الميدسان ليجيست باسكو الميدسان ليجيست تاعنا تاع تموشنت قال لك موته غير طبيعيه با بلوس. كان اعتداء و جو سي با قالنا موته غير طبيعيه جابوا له جابه شفت سيرتي تاعنا تاع تموشنت نشكره من هذا المنبر جاب له تاع بوشاوي ميدسان ليجيست من عندكم بوشاوي هو اللي قالنا فوالا فوالا شكاين شكاين شكاين. انت هذاك النهار عيطوا لك رحتي شفتيه باش تعرفي على الجثه؟ شفته ولدي شفته 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 تشوفي فيه على بالي هذا كي داير هو وكتشوفي فيه ما تأمنيش عقلك